تحليل حراس المرمى في بطولة كأس الأمم الأفريقية. بصفة هنتكلم بصفة خاصة طبعا على منتخب مصر وبصفة عامة على كل الحراس. حارس المرمى بالتأكيد بيأثر، بيبقى دايما الحارس الكبير هو اللي بيصنع الفارق لمنتخب بلده. يمكن مثلا شفنا في 2000 البطولة الأخيرة، شفنا أونانا 2017 حارس الكاميرون، وشفنا عصام الحضري حارس منتخب مصر. الاثنين كان في منافسة شرسة ووصلوا منتخبات بلادهم لغاية النهائي في عام 2017. اللي قبلها كانت البطولة 2015، كان مين؟ كان الحارس بوباكر باري، نجح في قيادة منتخب كوت ديفوار في الفوز على غانا بركلات الترجيح 9-8، ده عام 2015. 2013 شفنا حارس منتخب نيجيريا كان ونياما الحارس الشهير، ده كان في 2015. في 2013 2012 زامبيا برضو كان الحارس اسمه كيندي، ده من الحراس المميزة جدا سنة 2012 واللي صنعت الفارق. 2010 و2008 و2006 كان عصام الحضري أفضل حارس في كأس الأم الأفريقية مع منتخب مصر. 2006 2008 2010 ده غير ان هو كمان اخذ بطوله رابعه كانت سنه 98. اذا حارس المرمى ليه دور مهم جدا 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 في بطوله كاس الامم الافريقيه، ودايما الحارس الكبير هو اللي بيصنع الفارق مع منتخب بلده. يمكن لو اتكلمنا بقى بصفه خاصه، هنتكلم الاول بصفه خاصه على الحراس بتوع منتخب مصر، وبعد كده بصفه عامه على كل الحراس. معانا مقارنه اللي ما بين محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمود جنش الحراس بتوع منتخب مصر. محمد الشناوي عنده كام؟ 30 سنه، لعب 21 مباراه، عنده حافظ على نظافه شباكه اللي هي كلين شيت كام؟ 12، استقبل اهداف 10. احمد الشناوي عنده 28 سنه، لعب 21 مباراه، عنده كام كلين شيت؟ 10 كلين شيت، استقبل 16 هدف. إذن لعبوا نفس العدد المباريات، ولكن محمد الشناوي اللي هو حارس النادي الأهلي هو أكتر حارس في الدوري حافظ على نظافة شباكه، وأقل حارس في الدوري استقبل أهداف، ده الأرقام اللي بتقول كده. محمود جنش عنده 32 سنة، لعب قد إيه؟ 27 مباراة في الدوري، حافظ على نظافة شباكه كام؟ 10، يعني لعب 27، لعب أكتر منهم وحافظ على نظافة شباكه 10، استقبل كام هدف؟ استقبل 20 هدف، فده برضو رقم يعني يعتبر أكبر حارس استقبل فيهم عدد من الأهداف. دي مقارنة بصفة خاصة على منتخب مصر. طب لو دخلنا بقى بالنسبة للمنتخبات الأفريقية بصفة عامة، مين الحراس المميزة؟ طبعا عندنا زي ما قلنا حارس مصر المتوقع أنه إن شاء الله يكون حارس مصر الأساسي، وهو محمد الشناوي. الحارس الثاني أونانا، وهو حاليا أفضل حراس أفريقيا، حارس أياكس الهولندي، حارس منتخب الكاميرون 23 سنة، عنده كام كلين شيت في الدوري الهولندي مع أياكس؟ 16 كلين شيت من 33 مباراة، واستقبل أهداف 27 هدف. الحارس الثالث معانا فاروق بن مصطفى، حارس منتخب تونس والشباب السعودي، عنده 29 سنة، لعب كام مباراة في الدوري السعودي؟ 27 مباراة، استقبل 20 هدف وحقق 10 كلين شيت. نيجي بعد كده للحارس اللي معانا، ياسين بونو الحارس الرابع، حارس منتخب المغرب وجيرونا الاسباني، لعب 32 مباراه وعنده 28 سنه، حافظ على نظافه شباكه قد ايه؟ 9، وده رقم كبير جدا ويعتبر يعني رقم مميز لانه بيلعب في الدوري الاسباني مقارنه بالدوري المصري ومقارنه بالدوري الهولندي. عنده 9 كلين شيت واستقبل 43 هدف، طبعا رقم كبير عشان هو بيلعب في الدوري الاسباني وجيرونا مش بالفريق اللي هو القوي زي ريال مدريد زي برشلونه زي اتلتيكو مدريد. برضه الحارس اللي بعد كده رئيس مبولحي، الحارس الجزائري المتألق دائما وصاحب الخبرات الكبير، عنده 33 سنه، بيلعب في الاتفاق السعودي، لعب 22 مباراه، عنده 6 كلين شيت، استقبل كام هدف؟ استقبل 35 هدف. نيجي بعد كده للحارس اللي بعد كده، مندي حارس منتخب السنغال واستاد ريمس الفرنسي، عنده 38 مباراه، 14 كلين شيت، واستقبل 42 هدف في الدوري الفرنسي. الحارس اللي بعد كده دانيال أجي في المنتخب اللي هنتكلم عنه، حارس منتخب نيجيريا، عنده 6 كلين شيت مع كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا. الحارس اللي بعد كده ريتشارد أفوري، حارس منتخب غانا بيلعب في جنوب أفريقيا، عنده 7 كلين شيت في الدوري في جنوب أفريقيا. الحارس اللي بعد كده برضو دينيس أونيانجو، حارس من الحراس المميزين جدا والشهرين، حارس منتخب أوغندا وحارس سان داونز، لعب 17 مباراة في الدوري في جنوب أفريقيا، عنده 8 كلين شيت. اللي بعد كده كيت، حارس جنوب افريقيا وبيدفست من الحراس برضو المميزه جدا، عنده 10 كلين شيت في دوري جنوب افريقيا. اذا كيت اللي هو حارس جنوب افريقيا عنده كلين شيت اعلى من ريتشارد افوري حارس منتخب غانا، واعلى من دانيال اجي حارس نيجيريا. كل دول بيلعبوا فين؟ يعني في ثلاث حراس في التصميم اللي قدامنا ده بيلعبوا في جنوب افريقيا. وبما اننا بنتكلم على حراس المرمى
فناخد رأي مدرب حراس النادي الأهلي كابتن طارق سليمان. أهلا.